مميز كريم، جدا. بمس عليك وعلى الكابتن فتحي مبروك والكابتن اسماعيل يوسف، وحشني جدا الحقيقه يعني. يا كابتن، ازيك يا كابتن؟ الله لك يا يخليك، كابتن. بس الله يخليك، اداء مميز جدا جدا الشوط الثاني يا كابتن حلمي. فاكر يا اسماعيل جدا جدا، وانا التغييرات يعني اثمرت عن سيطره في نص الملعب وفرص كثيره ضاعت. الحمد لله والله، يعني كانت اي فرصه كفيله بان احنا على الاقل ناخد نقطه النهارده، لكن قدر الله وما شاء فعل. لكن انا بس لي عتاب على الحكم يا كابتن اسماعيل. اولا احمد فتحي ضروري يطرد النهارده، ضروري يطرد. حسن الاستاذ حسن مستكاوي قال لك، انت قال للحكم انت صبرت عليه كتير قوي، صبرت على احمد فتحي كتير قوي، اكتر من كوره كابتن واخد انذار، وكوره على حدود ال 18 مع محمد ابراهيم دي انذار ثاني وطرد، ما فيهاش فصال. النادي الاهلي مش محتاج مساعده حد. احنا كلنا متعاطفين مع النادي الاهلي، لكن عشان تبقى فاهم، الحكم ده ليه سوابق معايا كتيره جدا، انا ماسك حرس الحدود برضه مع النادي الاهلي. حسب ضربه جزاء لابو تريكه بره منطقه الجزاء، حتى ابو تريكه طلع قال لك كابتن معلش البنالتي مش بنالتي، والولد ما لمسوش واداها بنالتي، فليه سوابق كتيره. حتى انا النهارده لما عرفت ان هو الحكم لم اتفائل مطلقا، وقلت للجهاز بتاعي مبروك على الاهلي النهارده محمد فاروق، واسال ممكن تسال ايمن طاهر ومؤمن وممدوح، قلت لهم كده يعني انا ببقى غير متفائل بوجوده هو واحد ثاني، لان دول ملاكي، حكام ملاكي في منتهى الامانه. يعني انا ليا ضربه جزاء واضحه جدا، احمد فتحي ضروري يطرد، وليا ضربه جزاء واضحه جدا، الجول مش عارف اذا كان جول ولا اوفسايد، ما يعني انا ما شفتوش طبعا، لكن يحسب لي فاولات في نص الملعب، وفاولات لي على حدود ال 18 ما يديهاش، حاجات كده فيها الواحد حاجات مريبه. لكن هقول الحمد لله، انا بحمد ربنا وبشكر الاولاد جدا على دعمهم الشوط الثاني النهارده، وواضح جدا ان هم في 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 الجوانب البدنيه عندهم الحمد لله كويسه جدا. عالية. بالرغم يا كابتن اسماعيل ان الدوري موقوف 26 يوم. 26 يوم. وبالرغم يا كابتن اسماعيل، وانت عارف، وانت وكابتن فتحي وكريم عارفين التدريب، ومدى اصبح التدريب علم. لما انا ببقى عامل ادابتيشن وتكيف على ان يوم الثلاث هو الماتش بتاعي، وبلعب كل ماتشاتي الوديه يوم الثلاث، وعامل الادابتيشن ده ما بيتمش غير كل غير في خلال يعني في نهايه الاسبوعين. يعني عشان تعمل ادابتيشن على برنامج معين وعلى حمل معين، تكيف يعني، واخد بالك، تكيف على حمل معين محتاج على الاقل اسبوعين. ابقى اجي قبل الماتش بتاع النادي الاهلي باسبوع، واروح مغير ميعاد المباراه ويحطه لي في اليوم اللي انا باخد فيه راحه اللي هو يوم الاربعاء. هذا كلام يا جماعه. فين الاسلوب العلمي اللي احنا بندير بيه الكره المصريه، وفين الناس اللي بتخطط للكره المصريه صح؟ لكن الحقيقه عشوائيه بتضر ناس وبتضرني انا شخصيا. انا راجل ماشي ببرنامج وماشي باسلوب علمي، واخد بالك، وبهتم جدا بالناحيه دي. طبعا. لكن تبص تلاقي واحد يجي يلخبط لك الدنيا، يحط لك الميعاد المباراه، ولا يفرق معاه حاجه، ولا فكر ان في مدربين بتشتغل بشكل علمي وبشكل منظم وعامله ادابتيشن على يوم المباراه ده، وبعدين يجي يحط لك في اليوم الراحه بتاعتك. تخيل يعني بعد ما الجسم تكيف ان يوم الثلاث ده يديك اقصى قوه واقصى طاقه عنده، بيديك في الماتش في اليوم الراحه بتاعتك. طبعا كلام مش مظبوط طبعا، لكن هنعمل ايه، هو ده حال الكوره. كابتن حلمي، يعني انت مش عاجبك اداره لجنه المسابقات لجدول الدوري الممتاز؟ انا مش عاجبني. انا نفسي لجنه المسابقات يكون فيها راجل فني عشان يبقى احنا الحمد لله كل مدربينا دلوقتي مؤهلين على اعلى مستوى، وناس فاهمه وناس متعلمه وناس مثقفه. يبقى ضروري حد يبقى فني ويعرف كيفية وضع برامج التدريب، ويعني ايه حمل التدريب، ويعني ايه التكيف، ويعني ايه المدرب يحط برنامج ولو اتغير يضر فرقته. كل الحاجات دي ضروري يبقى فيها واحد فني بشكل كبير جدا عشان يساعدهم في وضع الجدول بطريقة علمية، لان في حاجة اسمها دورة حمل يا اسماعيل، وانت عارف طبعا يا كابتن، واخد بالك، وفي كذا شكل من اشكال الحمل، فالمفروض يبقى في واحد فني على مستوى عالي مع لجنه المسابقات عشان يقدر يحط برنامج محترم
يقدر يحط برنامج المدرب يقدر يعمل له دورة حمل بشكل كويس. هو ده المظبوط يا كريم. ولجنة الحكام أيضا الكابتن حسام يعني أنا برضه يا كابتن حلمي بيبقى المفروض يعني إدارة المسابقات من لجنة المسابقات وتخطيط الكابتن فتحي نصير اللي هو المدير الفني لاتحاد الكورة. ده المفروض لو يعرف الكابتن فتحي أنا مش عارف إذا كان يعرف يعني واخد بالك. فلكن كريم كمان لجنة الحكام المفروض أنا مصنف لماتشات الزمالك وماتشات الأهلي مخصوص وكل مصر عارفه الكلام ده. لما الحكم ده بيكون موجود يبقى المبروك على الاهلي, المحكم ده موجود مبروك على الزمالك معروف, واسماعيل عارف والكابتن فتحي عارف وانت يا كريم عارف. واخد بالك لما اتصل برئيس لجنه الحكام الكابتن حسام هو صديق عزيز جدا واقول له يا كابتن حسام لو سمحت هات لي حكم دولي كبير ما يخافش ويدي كل واحد حقه, يروح بعت لي حكم معروف تماما انتمائه, معروف تماما انه بيجامل, معروف تماما انه بيخاف, يبعت لي حكم بالشكل ده. يبقى ازاي الكره يبقى فيها تقدم, وازاي الكره عايزين فيها يبقى فيها وصول للعالميه اذا كان هذا هو حال التحكيم في مصر. كابتن حلمي طيب لو